شخصية برج العقرب وتوافقه مع باقي الأبراج. طباع العقرب التقليدية: مصمم، نشيط، عاطفي، حدسي، قاسي، انفعالي، جذاب، غيور، ممتعض، سري، وغامض. الأحجار والمعادن المرتبطة بالعقرب: الأوبال والفولاذ. ألوانه المفضلة: الأحمر والبني. كوكبه الحاكم: بلوتو. العنصر هو الماء. الأزهار المفضلة: الوردية. الحيوان المفضل: كل الحيوانات الصغيرة الحجم. العشب والتوابل: الصبير. الأشجار: الشوك. منطقة الجسم التي يجب على العقرب الاهتمام بها هي العينين. برج العقرب هو برج مائي، كوكبه المريخ، عنيد جدا وحساس. إنه البرج الأكثر تعقيدا بين كل الأبراج، مجادل من الدرجة الأولى ولا يمكن الوصول معه إلى أي نتيجة. المصلحة هي أساس حياته، فهو يصل عادة على حساب أصدقائه. لا يتنازل العقرب أبدا ولا يشعر بالأسف على الأخطاء التي ارتكبها. الغيرة هي أسوأ خصال العقرب، ليس فقط في العلاقات بل بكل جوانب حياته. قد يغار العقرب من شريكه في العمل أو بسبب نجاح أشخاص آخرين غيره. هذه الغيرة قد تعطي مولود العقرب حافزا للوصول إلى معادلة أفضل. إنه غامض ومتكتم ولا يبوح بأسراره لأحد إلا إذا استطاع أحد أن يقتحم حياته ويجبره على التكلم. هذا الشخص سيكون الصديق الوحيد المقرب الذي يستطيع العقرب أن يبوح له بكل آلامه النفسية. يعيش العقرب في صراع مع الذات، إنه حساس وغيور ويحارب بكل قوته للوصول إلى قناعاته. يتخلى عن العلاقات المتينة وهو صاحب كبرياء شديد. ابتعاده عن الحياة الاجتماعية يعود إلى أنه لا يحب أن يبرز أمواله. إنه حساس ويتأثر بكل ما يجري حوله، وأفضل شيء أن لا تحاول أن تلاطفه للوصول إليه لأنه سيعرف بسرعة. العقرب يحب الهدايا كثيرا ولا يحب أن ينتقده أحد، إذ يعتبر نفسه كاملا ولا يستطيع السيطرة على نفسه عند الغضب، إذ يتحول إلى بركان من الغيظ. العقرب هو أكثر الأبراج حبا للحياة الحميمة، وهو غيور كثيرا والويل إذا ظهرت بوادر الخيانة على شريكه. قد تظن أحيانا أنك تفهم مولود العقرب، لكن لا تفرح كثيرا فلم تكتشف شيئا عنه بعد. يلزمك الكثير لفهمه، وقد تحتاج إلى غواصة للوصول إلى أعماقه. يعبر العقرب عن نفسه بتفجير مواهبه الفنية ليموه عن نفسه. معظم مواليد هذا البرج متميزين بعمق التفكير ولديهم المقدرة للوصول إلى أي مكان يريدونه. لا يحب أن يضيع وقته بأمور تافهة. أسعد أيام برج العقرب هو يوم الثلاثاء. أما أسعد أرقام الحظ المرتبطة به فهو الرقم 9، الذي يكسبه فرصة كل 9 سنوات لتغيير حياته. حجره الكريم هو حجر الأوبال. طبعه مائي بسبب كوكب المريخ الذي يكسبه المال والشهرة ويجعله مرغوبا بين الناس. أسعد زواج ما كان مع مواليد الأبراج المائية التي توافق طبعه، وتشمل برج الحوت، برج العقرب، وبرج السرطان، ثم الأبراج الترابية التي تشمل برج الجدي، برج الثور، وبرج العذراء. لكن ماذا عن توافق برج العقرب مع الأبراج الفلكية الأخرى؟ العقرب والحمل: برج مائي مع برج ناري، علاقة جيدة عاطفيا وجنسيا، فكلاهما محب لملذات الجسد، لكن تفاهمهما صعب إذ أنهما لا يتنازلان أبدا عند المواجهة. العقرب والثور: برج مائي مع برج ترابي، علاقة متينة وانسجام كبير بينهما، إذ يستطيع الاثنين أن يعبران عن كل مكنونات الحب داخلهما، إلا أن عنادهما قد يسبب بعض الخلافات. إذا استطاعا تقبل صفات بعضهما سوف تنجح الحياة أكثر. العقرب والجوزاء: برج مائي مع برج هوائي، علاقة غير ناجحة، إذ تفصلهما تناقضات كثيرة، ولا يتقبل الجوزاء عنف العقرب، كما إن تشبثهما برأيهما قد يؤدي إلى عدم التفاهم. العقرب والسرطان: برج مائي مع مثيله، شخصيتان محبتان للحياة الحميمة والعاطفة التي تجمعهما. إن أكثر ما يجمعهما هو حبهما للاستقرار. يعتبر السرطان أفضل حليف للعقرب ويقف بجانبه إلى النهاية. العقرب والأسد: برج مائي مع برج ناري،
علاقة مميزة يجمعهما الحب والعاطفة، فكلاهما رومانسيان محبان لملذات الجسد التي يتفقان عليها. يتفاهمان في معظم الأمور، إلا أن الأسد لا يتقبل عجرفة وقسوة العقرب، ولا يتحمل العقرب سيطرة الأسد. العقرب والعذراء، برج مائي مع برج هوائي، علاقة جدية، وهما مخلصان للشيء الذي يبقيهما معا لفترة طويلة. لكن احذر أيها العذراء من انتقاد العقرب الدائم، ينجحان في الأمور الرومانسية. العقرب والميزان، برج مائي مع برج هوائي، علاقة فاشلة، إذ تختلف شخصية كل منهما عن الآخر بانعدام القواسم المشتركة. قد يتفقان عاطفيا، لكن لا مجال للتفاهم بسبب تعقيدات العقرب، بينما يفضل الميزان أن يبسط الأمور. العقرب والعقرب، برج مائي مع مثيله، مائيان يندمجان، ولا خليط أفضل منهما معا. يتفقان جسديا، فكلاهما محب للملذات، وينسجمان عاطفيا، فكل عقرب يفهم شريكه العقرب بشكل كاف. لكن أحد أصعب سيئات العقرب والتي لا يسامحه عليها الآخر هو عدم الاعتذار. العقرب والقوس، برج مائي مع برج ناري، مختلفان ومتنافران، فلا تجتمع الماء مع النار، فمحاولة كل منهما بمسك زمام الأمور تجعل الآخر يشتعل غيظا، مع أنهما عاطفيان، إلا أن قسوة العقرب تنهي الأمور. العقرب والجدي، برج مائي مع برج ترابي، يتفقان في الحياة الاجتماعية، فالجدي متكلم بارع ويحب الكلام والتعايش، والعقرب بحاجة إلى من يكلمه. يتفقان في الحياة الحميمة والفكر، لكنهما يختلفان في النزاع على إدارة الأمور. العقرب والدلو، برج مائي مع برج هوائي، علاقة تنذر بالفشل لشدة عنادهما، ولكل منهما عالمه الخاص حيث لا صلة بينهما، فحساسية العقرب الزائدة وخياله الواسع تزعج واقعية الدلو. العقرب والحوت، برج مائي مع مثيله، طبيعتان متجاذبتان، فالماء يحتاج دعم الماء للتفاهم بينهما، تجري العلاقة بينهما بسرعة ويسر، ومن الصعب وجود خلافات إذا اجتمعا معا، يشكلان فريقا ناجحا، كما إن تسامح الحوت يغطي على أخطاء العقرب.